بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نكملو الدرس ديال مجموع قياسات زوايا مثلث ومثلثة خاصة. غادي نشوفو الفقرة الثانية اللي هي مجموع قياسات زوايا مثلث. إذا عندنا واحد النشاط، عندنا أ بي سي مثلث. أولا بواسطة منقلة احسب قياس كل زاوية من الزوايا أ و بي و سي. السؤال الثاني احسب مجموع قياسات الزوايا أ زائد بي زائد سي. إذا أول حاجة غادي نرسمو واحد المثلث. إذا أ بي سي مثلث قائم المثلث هذه، إذا عندنا مثلث أ بي سي. ثم السؤال الثاني أو السؤال الأول، أحسب بواسطة منقلة قياس كل زاوية من الزوايا أ و بي و سي. إذا غادي نشوفو شحال هو قياس ديال الزاوية أ، شحال كتساوي الزاوية بي والزاوية سي والزاوية وحدة بواسطة منقلة، ناخدو منقلة، شوف النقطة أو لا الرأس ديال الزاوية. إوا هدا غادي نشوفو القياس ديال هاد الزاوية، شحال هو القياس ديالها. إذن هاد الزاوية القياس ديالها شحال كيساوي؟ كيساوي 80 درجة. إذا عندنا كتلاحظ 0 10 20 30 40 60 70 80، إذن كتساوي 80 درجة. إذن لدينا الزاوية أ القياس ديالها فهو 80 درجة، إذن عندنا 80 درجة. ثم غادي نشوفو الزاوية بي، ناخدو الزاوية بي نشوفو القياس ديالها. إذا إلا خدينا الزاوية بي اللي هي هادي، دايما هاد الخط خصو يكون فوق الضلع، وهذا خصو يكون الراس ديال الزاوية يكون مقابل مع الزاوية القائمة. ونشوفو إذا إلا خدينا القياس ديال هاد الزاوية شحال كيساوي؟ كيساوي 50 درجة. إذا عندنا 50 درجة، يعني الزاوية بي فهي كتساوي 50 درجة. ثم بقى عندنا الزاوية سي، سبو قياس ديال الزاوية سي. إذا الزاوية سي شحال هو القياس ديالها؟ إلا خدينا القياس ديال الزاوية سي كذلك فهي كتساوي شحال؟ 50 درجة. إذا كتساوي 50 درجة، إذا الزاوية فيها 50 درجة، إذا الزاوية سي فيها 50 درجة. ثم السؤال الثاني، أحسب مجموع قياس الزاوية أ و بي و سي. السؤال الثاني، مجموع الزاوية أ زائد بي زائد سي. إلا خدينا الزاوية أ زائد الزاوية بي زائد الزاوية سي، إلا عوضنا الزاوية أ شحال القياس ديالها هو 80 درجة، الزاوية بي فهي القياس ديالها 50 درجة، الزاوية سي فهي الزاوية القياس ديالها 50 درجة. إلا حسبنا المجموع ديالهم 50 زائد 80 زائد 50 اللي هي 130 درجة زائد 50 درجة تساوي 130 زائد 50 اللي هي 180 درجة. إذا كنلاحظ بأن المجموع ديال الزاوية أ زائد الزاوية بي زائد الزاوية سي اللي هما الزوايا ديال المثلث أ بي سي فهو كيساوي 180 درجة، وهذه خاصية من الخاصيات ديال المثلث. إذا أي مثلث كيف ما بغا تكون الطبيعة ديالو، كيف ما بغا يكون الشكل ديالو، كيف ما بغا يكون الأطوال ديال الأضلاع ديالو، فإلا خدينا المجموع ديال الزوايا مكونة له يعني الزوايا الثلاثة فهي كتساوي 180 درجة. إذا هذه من الخاصيات ديال المثلث قائم الزاوية. إذا عندنا خاصية مجموع قياسات زوايا مثلث، يعني كيف ما بغى يكون هذا المثلث، يساوي 180 درجة. إذا أي مثلث فالقياس ديالو كيساوي 180 درجة، إذا مجموع قياسات زوايا مثلث يساوي 180 درجة. إذا المثال، إلا خدينا مثلث اي مثلث الطبيعه ديالو كيف ما بغات تكون، فالمجموع ديال هاد الزوايا اللي كتكون مكونه ليه، يعني مثلا خدينا مثلث ا بي سي، مثلا هذه الزاويه قياس ديالها دي الزاويه، ثم عندنا هاد الزاويه، الا جمعنا ا بي سي مثلث، الا جمعنا الزاويه ا وضفنا ليها الزاويه بي ثم ضفنا ليها الزاويه سي، كنحصلوا على المجموع كيساوي 180 درجه. إذا خاصية مهمة في المثلث لأن مجموع قياسات أي مثلث كيفما بغا يكون فهي كتساوي 180 درجة.
ومن بعد غادي نديرو نشوفو التصحيح ديال التمرين واحد صفحة 180. هنا احسب قياس الزاوية الثالثة للمثلث في الحالة التالية. هنا عندنا المثلث الحالة الأولى، واحد الزاوية فيه كتساوي 56 والزاوية أخرى فيه 44. مطلوب نحسب قياس الزاوية الثالثة لأن المثلث فيه ثلاثة ديال الزوايا. نفس الشيء بالنسبة للحالة الثانية وبالنسبة للحالة الثالثة. إذا لدينا مثلا ناخذ الحالة الأولى، لدينا عندنا زاوية قياس ديالها 56 درجة وزاوية قياس ديالها 44 درجة. الزاوية هنا لنحسب قياس الزاوية الثالثة في هذا المثلث، الثالثة في هذا المثلث. إذا شنو غتساوي عندنا الزاوية الثالثة في هذا المثلث؟ إذا شنو غتساوي؟ هنا نعلم أن مجموع قياسات زوايا مثلث شحال كتساوي؟ تساوي 180 درجة. إذا يكفي شنو غادي ندير؟ غادي ناخد 180 درجة وغادي نقصها من المجموع ديال هاد الزاويتين، يعني نفتح القوس وندير الزاوية 44 زائد الزاوية 56 ونحسب. هنا غتبقى عندنا 180، دائما اللي كانوا عندنا الأقواس نتيجة باقية من داخل الأقواس، 44 زائد 56 اللي كتساوي شحال؟ 60 تتساوي 100، إذا ناقص 100. إذا 180 ناقص 100 اللي هي 80 درجة، وبالتالي القياس ديال الزاوية في الحالة الأولى كيساوي 80 درجة. نفس الشيء إلا خدينا الحالة الثانية، لدينا زاوية قياس ديالها 34 درجة، عندنا زاوية قياس ديالها 115 درجة، ونعلم أن مجموع قياس الزاوية المثلث كتساوي 180. إذا غنديرو ناخدو 180 وغادي نقصها من المجموع ديال الزاويتين، يعني 34 زائد 115، وهادو كنديرو بين قوسين لأن عندنا المجموع ديال هاد الزاويتين، وهذا كيساوي 180 درجة. نحسبو داخل الأقواس، 34 زائد 115 اللي هي 149، إذا 149. عطاتينا 149، 180 ناقص 149 اللي هي شحال؟ إذا لاخدينا 180 ونقصناها 149، 10 إذا نقصناها من 9 عطاتينا 1، 8 ناقص 5 اللي هي 3، 0، إذا عطاتينا 31 درجة، وبالتالي في هذه الحالة الثانية قياس ديال الزاوية 3 فهو كيساوي 31 درجة. ثم عندنا الحالة الثالثة، لدينا زاوية قياس ديالها 45 درجة، والزاوية الثانية قياس ديالها 65 درجة. إذا هنا لدينا أولا قياس الزاوية الثالثة في هذا المثلث هي، لنأخذ كنعرفوا بأن مجموع قياس الزاوية المثلث كتساوي 180 درجة، غادي نقصوها من المجموع ندير الأقواس، الزاوية الأولى اللي كتساوي 45 زائد الزاوية الأخرى اللي فيها 65، ضروري الأقواس، 180 درجة ناقص 45 زائد 65 اللي هي 110 درجة، إذا 110 درجة، 110 ناقص 180 ناقص 110 اللي هي 70 درجة، بالتالي القياس ديال الزاوية الثالثة كيساوي 70 درجة. وبهذا نكون سينا التصحيح ديال التمرين الأول، اللي عنده شي سؤال مش حاجة خليها في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.